بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط في تكملة لدروس الكتاب المدرسي. افتح الكتاب على الصفحة 47 لا باج 47. إذن اكزرسيس نيميرو 1، غروب نومينال سولين لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اي انديك لور جونغ اي لور نومبر، يعني نسطروا تحت لادجيكتيف اللي هي الصفة ونأشروا عليهم اسكو راهم الجونغ تاعهم اسكو راهم فيمينا ولا ماسكولا، والنومبر تاعهم اسكو راهم سينغولي ولا بلوريال. اذا ديدون كارييه، هذه هي الصفه الاولى كارييه، نسطروا تحت الصفات قبل ثم نروحوا نخدموا من الجونغ تاعهم ولا نومبر تاعهم. ان ديليسيو كوسكوس، ديليسيو كوسكوس هو طعام، اذا ديليسيو لذيذ. ديدون كارييه يعني مسوسه، مسوسه كارييه. ان ليون فيروس، فيروس يعني مفترس. دو بيل فلور، فلور ورود، اذا بيل هي لادجيكتيف. اون فواتور بويسانت، فواتور هي سياره، اذا بويسانت هي لادجيكتيف. دي بيزاج سبلنديد يعني مناظر طبيعيه خلابه، سبلنديد او رائعه هي لادجيكتيف. اذا هذو هما لي زادجيكتيف. اذا كتبت هذه الصفات لكي نوفر الوقت، ركز معي جيدا. كاريي، إذا نلاحظ هنا هذه الأداة دي تدل على البلوريال، تدل على البلوريال، والمؤشر الثاني هو الأس أيضا يدل على البلوريال اللي هو الجمع، وتوجد الأو التي تدل على الاسم أنه فيمينا، إذا مؤنث. إذا كاريي نكتب هنايا أدجيكتيف فيمينا يعني مؤنث، فيمينا وجمع بلوريال. إذن هي صفة مؤنثة وفي حالة الجمع. بالنسبة ديليسيو، ديليسيو لو نشاهد هذا الأرتيكل، هذه الأداة أن تدل على أنه اسم مذكر وعلى أنه اسم مفرد، اسم مذكر واسم مفرد. إذن نكتب ماسكولان سينغولي مفرد. فيغوس، نشوف الأرتيكل هذا، الأداة هذه أن تدل على أنه اسم مذكر ماسكولان وعلى أنه اسم مفرد، إذا سينغولي نفس الشيء ماسكولان سينغولي مذكر مفرد. بال، بال هنا لا توجد أداة هنا مثل أن أون دي، إذا لو تلاحظ بال هذه بمعنى جميلة، وجميل هو بو، هي صفة تتغير جذريا من بو إلى بال، من بو إلى بال. إذا بال هذه فيمينا بلوريال نظرا لوجود الأس، إذا نكتب فيمينا بلوريال. فيمينا بلوريال. بويسانت، الأداة اون تدل على أن الاسم مؤنث وتدل على أن الاسم مفرد. اون معناها مؤنث ومفرد، اذا فيمينا مؤنث، فيمينا مفرد اللي هو سينغولي. هذه بالنسبه لادجكتيف بويسون. الصفه الاخيره سبلنديد، هنا دي تدل على ان الاسم هنا جمع دي، ولكي نعرف انه مذكر او مؤنث يعني ماسكولا ولا فيمينا لازم نرجعوه الان ولا اون، يعني ان بيزاج او بيان اون بيزاج. هنا في هذه الحاله نقولوا ان بيزاج هو اسم مذكر، اذا ماسكولان جمع بلوريال، مذكر جمع ماسكولان بلوريال. هذا بالنسبه للتمرين الاول. اذا كخلاصه فقط، الآن تستعمل للمذكر المفرد، إين تستعمل للمذكر المؤنث، دي تستعمل للجمع المذكر والمؤنث، دي تستعمل للجمع المذكر والمؤنث. دوزيام إكزارسيس، مي أو فيمينا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف سوليني، أن جيست أميكال، أميكال هذه نحولها إلى الفيمينا، بعد ما كانت ماسكولان مذكر لأنها تبدأ بلا
بلارتيكل ان هنا الان تبدا بون يعني لادجكتيف هذه لازم تتحول الى فيمينا اميكال اذا اميكال تكتب على النحو التالي نكتبها هنا لانه الفارغ ميك فينيش اميكال ونضيف الاو دو فيمينا ونضيف او دو فيمينا اذا تصبح اميكال اون بارول اميكال اي توجور لا بيانفوني هذا بالنسبه للجمله الاولى الجملة الثانية لو فاكتور نوزا ليفري ان غران كولي يعني الفاكتور جاب لنا طرد كبير كبير هو لادجيكتيف غران ما غران مير كونسيرف سي كونفيتور يعني الجدة تحفظ المعجون تاعها دون اون غروند ارموار في خزانة كبيرة ان غران اون غروند اذا الصفة غران هذه تكتب على الشكل التالي غران ونضيف الـ E دو فيمينا يعني ونجوت E دو فيمينا تصبح grande armoire alors ma grand-mère conserve ses confitures dans une grande armoire هذا بالنسبة للتمرين الثاني إذا نمر إلى التمرين الثالث troisième exercice mais au pluriel les adjectifs qualificatifs soulignés يعني هذه الصفات راح نرجعوها للبلوريال يعني للجمع بطريقة سهلة فقط هي دوغي هذه نضيف لها اس اذا نجي نكتب دوغي ونجوت اس نزيد اس دو بلوريال يعني جي اشوتي اون بريوش دوغي اشتريت خبزا يعني باللون الذهبي الخبز هو النوع من الخبز هذا بريوش الجملة الثانية بوغ لي فاكونس نو زافون لوي يعني كرينا يعني كراء ان جولي بانغالون en bordure de mer, à la sahel al-bahar. Ce restaurateur a acheté deux jolies. Jolie, comment on écrit ça? Jolie, on écrit ça à la hali. On ajoute S de pluriel, يعني S تاع الجمع بكل سهولة. هذا بالنسبة للتمرين الثالث. إذا وصلنا إلى التمرين الرابع. Dicter, négocier. Dicter هي عبارة عن إملاء. هذه الإملاء لابد أن يتدرب عليه التلميذ يعني يكتب هذا النص مرة واثنين وثلاثة ويشوف الأخطاء تاعو لكي يتعلم كيفية كتابة هذه الكلمات هذه الكلمات تساعدك كثيرا على إنشاء التعبير الكتابي وهذا النص أصلا هو عبارة عن production écrite إذن سأقرأ هذا النص وسأشرحه pour rester en bonne santé يعني للبقاء في صحة جيدة il faut varier sans alimentation يعني لابد بتنويع الأغذية il est conseillé de privilégier les fruits et légumes يعني ينصح بالخضار والفواكه tout en évitant بتجنب les produits gras et sucrés يعني المنتوجات الدهنية والسكرية manger convenablement permet d'avoir des forces يسمح لك يعني الأكل الملائم يسمح بالحصول على قوة دي فورس de grandir au nomo et de protéger son corps وحماية الجسم هذا التعبير درب عليه مع أصدقائك أو مع الوالدين تاعك لكي يساعدك في إنشاء تعبير كتابي والحفاظ على هذه الكلمات وكتابتها بشكل صحيح وسليم إذا أشكركم على متابعة هذا الفيديو للآخر من لديه سؤال يتركه في تعليق سلام